يعني ان احنا يهمنا ان سوريا تسترد ارضها، سلامه اراضيها، وتحقق اراضي شعبها ببشار او بدون بشار. ببشار او بدون بشار. بس انا بسال حضرتك لانه امبارح كان في تصريح من المملكه العربيه السعوديه في نيويورك في مؤتمر صحفي للحديث عن الملف السوري والحديث والتاكيد في يعني عباره صريحه دبلوماسيه ولكنها صريحه بان السعوديه لا ترى ان بشار له مكان في مستقبل سوريا، وده بينعكس على بعض يعني الاقتراحات بان بشار يكون موجود في المرحله الانتقاليه. ما احنا نشوف بقى أنا يعني قبل حضرتك ما تقولي الكلام ده برضه ايه قلت مصر ترى ببشار حل سياسي ببشار او بدون بشار في وجوده او في غير وجوده. المهم الشعب السوري ماذا يريد الشعب السوري، عليه ان يقرر وان يكون هذا القرار قرار سياسي وموافق عليه من الاراده الشعبيه. طيب ماذا عن الملف الليبي ورئيس سيسي؟